اهلا بيكم مع كابتن رأفت واصف. انا عايز ابدا حلقات جديده نحلل فيها المباريات مع بعض، وممكن نبقى بعد كده لايف ستريم وناخد اراء بعض في النتيجه ونشوف بقى بريدكشن للنتيجه. عايزين يعني نتنبأ، نقول اقتراحاتكم وايه النتيجه المتوقعه للمباراه. خلينا نبدا. اقول ان انا عايز اعرفكم، انا طبعا عايش في كندا و أحب نشارك مع بعض في الكورة ونشوف نتائج المباريات مع بعض، وهتبقى بتهيألي انترستنج مشيقة. طبعا مباراة الأهلي والرجاء دي مباراة مهمة. الأهلي ريمونتادا بعد ما كان هيطلع، والحمد لله إن يعني الهلال السوداني طلع بعافية بفرق بسيط جدا، فرق في الأهداف، يعني الحمد لله إن الأهلي رجع. بس إيه توقعاتكم لمباراة الأهلي والرجاء اللي هتتعمل بعد شوية حوالي ساعتين؟ أنا بتوقع إن الأهلي هيكسب مش هيتعادل، بس هشوف برضو رأي رأفت لما يجي هيقول إيه. أنا بقول هيكسب. أهو رأفت جه. نتيجة مباراة النهاردة إيه رأفت؟ تعادل. بيقول تعادل. أنا بتوقع إن الأهلي يكسب. الأهلي أحسن وروحه أحسن، أنا مبسوط بالأداء بتاعه الماتش اللي فات، وحتى رغم غياب السولية في خط النص، لكن الأهلي عنده حمدي فتحي وعنده أليو ديانج هيسدوا النقص بتاع السولية. بس أهم حاجة ما نلعبش خطة دفاعية، لأن لو كولر بدأ دفاع طول الوقت ويسبب بريشر وضغط على اللعيبة بتاعتنا، ده خطر جدا، لأن الرجاء فريق خطير جدا. كل الفرق المغربية خطيرة في بلدها مع جمهور. أنا خايف إن إحنا نلعب بخطة دفاعية، نبقى حريصين في الأول، لكن نضغط ونهجم، ويعني ونوريهم شخصية الأهلي، شخصية الأهلي البطل. يعني إحنا شفنا كانوا بيحللوا بين سبورت، بيتكلموا على شخصية الأهلي في دوري المجموعة. الدور الأول بتبقى بشخصية، وأول ما بيطلع للأدوار النهائية الكوارتر فاينل والسيمي فاينل يبقى اهلي تاني، هو الاهلي البطل. اتمنى الاهلي فعلا يلعب بشخصيته النهارده ويكسب ويقرب من النجمه ال11. اتمنى لو انتوا عايزين فعلا نشارك مع بعض تكتبوا لي في الكومنتس وتشتركوا معايا في القناه ونحلل مع بعض المباريات بشكل بسيط، واتمنى نبقى على اتصال. انتوا اهو من مصر وجميع الدول العربيه، وانا من كندا، ونشارك الاراء مع بعض. شكرا، واتمنى التوفيق للاهلي النهارده ونعمل مباراه كويسه. اشوفكم الحلقه الجايه. Do not forget to subscribe.